قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أن الذبح لغير الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، باختصار شديد، الذبح منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. المشروع الذي يسمي فيه صاحبه ربه سبحانه وتعالى، ومن المشروع ما ذبح للتجارة، تلقاه في السلخانات وفي غيره يذكرون اسم الله تعالى ويذبح للتجارة عشان يبيعوا لحمه. ومنه ما يذبح تقربا إلى الله تعالى كالعقيقة اللي هي السماية، وكالهدي في الحج كالقارن والمتمتع، ومن خالف في واجب من الواجبات فإنه يذبح كفارة، وهكذا من أنواع الذبح المشروعة والتي فيها أجر. ومن الذبح المشروع أيضا إذا ذبح إكراما لضيف، لكنه لا يذبح أمامه. إذا نزل الضيف والمعظم أو الرئيس أو الوزير ثم ذبح أمامه، هذا من الذبح المحرم، وإنما يذبح ويأتي له بهذا المذبوح. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. طيب، وغير ذلك من أنواع الذبح التي لا فيها التي لا حرمة فيها كذبائح أهل الكتاب. أما الذبح المحرم والذبح الذي هو داخل في هذا الباب فهو أنواع كثيرة، ذكر منها الشيخ الفوزان خمسة أنواع في إعانة المستفيد. الذبح للأصنام، الذبح للأصنام. ثانيا، الذبح للجن يتقرب إليهم زي حال السحر الآن، يذبح له خروف يقول لك نط الخروف وشيل الدم وكذا وكذا وكذا. ثالثا، الذبح لرئيس أو وزير أو معظم أو من له مكان عندك، تذبح أمامه وتذبح في المكان الذي نزل فيه، ينزل من الطيارة طوالي تذبح. ودي من المخالفات الآن المنتشرة وكثير من الناس يجهلها، يجوا ضيوف بعربية ويدقوا الباب، مما يفتح طوال يشيل خروف ويذبح لهم حتى يدخلون البيت. وإنما أنت أدخلهم ثم اذهب واذبح لهم ثم أتهم بالطعام، وانت دوريهم ذبحت لهم. واصلوا زول جابوا له صينية ملانة لحم وكبدة وشطة ولغبة، ما عرف انه ذبحوا، ذبحوا أكرموا يعني اللي يذبح لهم قدامه ويوريهم الجلد يعني والذبح والدم. رابعا، أن يذبح قال لجن، دي بتختلف من ديك في شنو. قال إذا نزل دارا أو بنى دارا فإنه يذبح تقربا لهذا الجن لئلا يضره. في واحد تقرب للجن ولقى عنده خدام وعنده كذا وساحره، وعشان الجن يعمل له شيء، يجيب له رايحة يسوي له إلى آخره. وفي زول بيبني عمارة عشان الجن ما يضره في العمارة دي ويسكن، بيقوم شنو؟ بيذبح له. خامسا، إذا ذبح ولم يذكر اسم الله في ذبحه، وإنما ذكر فلانا أو فلانا، أو ذبح في مكان يتقرب فيه لصالح من الصالحين، ماشي جام قبة ولو ذكر اسم الله، وإنما ذبح لهذا الميت، أنا بضبح لك عتود إذا شفيت لي ولدي، فيجمع بين الذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح ولم يذكر اسم الله، كان ذبح وما ذكر اسم الله وهو مسلم، ده فيه خلاف بين العلماء. قالوا إذا متعمد، إذا متعمد بعضهم قال لا يجوز،
ومن هؤلاء الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من المتأخرين. قالوا إذا ذبح ولم يذكر اسم الله، عام بس ما ذكر اسم الله ذبح، بعضهم أخذ بالعموم بأنه لا يجوز لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. من هؤلاء ابن سيرين والشعبي رحمهم الله تعالى. كلام اللي أنا بنقول لك ده أصلا هو في تفسير البغوي لسورة الأنعام، أرجع له. زول ضبح وما ذكر اسم الله، قالوا ما بجوز. الشعبي رحمه الله وابن سيرين، محمد ابن سيرين، في علماء قالوا بجوز، في علماء قالوا بجوز، منهم ابن عباس ومنهم الإمام الشافعي ومنهم الإمام مالك ومنهم الإمام أحمد، وفي علماء فصلوا قالوا إذا لم يذكر اسم الله متعمدا فإنها لا تجوز، وإذا ذكر وإذا لم يذكر اسم الله ناسيا فإن هذا شنو يجوز ناسيا. منهم سفيان الثوري رحمه الله وأهل الرأي، وده الراجح يا جماعة من الأقوال. ملخص الكلام، زول إذا ضبح وما ذكر اسم الله ومسلم وما ذكر اسم الله نسى ما متعمد ذبيحته صحيح، لكن يحرص أن يذكر اسم الله ليخرج من الخلاف. إذا متعمد قالوا لا أذكر اسم الله، قال ما بذكر بس، فإن ذبيحته باطلة ولا تؤكل. ده ملخص الكلام. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي معروفة ونسكي أي ذبحي، نسكي العبادات ومنها الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي واضحة في أن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي أي أفعال الحياة ومن ذلك التوحيد، قال الفوزان. ومماتي أفعال الممات ومنها الموت على التوحيد، كل هذا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فإن غيره من الأنبياء سبقوه بالإسلام يعني من جهة التاريخ. وقوله فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر لله. والنحر في عمومه خاص بالإبل، كما أن الذبح للبقر وللأغنام وللضأن، فالعبد يصلي لله وينحر لله، لا يصلي لغير الله ولا ينحر لغير الله. أيوة الكرامة دي بعض العلماء جوزها، قالوا إذا ذبح فرحا، بس في إعانة المستفيد ده الشيخ صالح الفوزان قال يجوز إذا فرحان وكذا ويعني دعا الجيران وذبح فرحا وشكرا لله سبحانه وتعالى وفرحا فهذا يجوز، لكن الشيخ سليمان الرحيلي قال إذا انتشر بين الناس أن الذي لا يذبح في داره فإن الدار تسكنها الجن، والذي لا يذبح إذا اشترى سيارة فإن هذه السيارة تصيبها الحوادث وكذا وكذا، إذا صارت عقيدة عند الناس فالأولى ترك الذبح سدا للذرايا. تفصيل العلماء في المسألة، يعني إذا بقت عقيدة عند الناس الما بيضبح عربيته بتنقلب وبتجي عوارض، والما بيضبح عمارته الجن بيسكنها، أنت في الحالة زي دي ما تضبح عشان تكسر العقيدة دي الباطلة عشان تسد باب الذرايع للشر. وأما إن كان الأمر عند الناس يعني سواء فإن هذا يجوز، وده الأصل الإباحة. أزيد تاع عم أحمد
اشتريت البيت وكذا، الناس اللي حولك عندهم عقيده ما ناي ما تطبح لهم. هاي عازمنا نحن برانا للدسكة دي، عازمنا وجيبنا، عازم مولانا ده وعازمنا جيبنا برانا هاي سدا للذريعه. قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله لانه مشرك فهو ملعون، ان الله لعن الكافرين، ولان الذبح لغير الله من اسباب اللعن، اللعن الطرد من الرحمه، وده الشاهد من الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. تعال. لعن الله من لعن والديه، لعن والديه مباشرة أو تسببا، يا لعن والديه عديل كذب، ولا تسبب في لعنهم كما جاء في بعض الأحاديث: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. يعني تبقى سبب في لعنه، تقول لفلان تلعن والده وفلان يلعن أباك، أنت الذي تسببت في لعن أبيك. قال: لعن الله من آوى محدثا، دي نمرة ثلاثة، محدثا أي مجرما، مجرما عليه حد من الحدود وأنت تؤويه، سرق مجرم وأنت تقوم تدسه، أو تشفع له حتى يترك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وجاءت في بعض الروايات بالفتح: لعن الله من آوى محدثا أي بدعة. قال: ويدخل في ذلك من رضي بالبدعة ولم ينكر على فاعلها. والله كتب كده، قال: ولم ينكر على فاعلها. مبتدع تجيبه وتؤويه وتستمع له وما تنكر عليه، انت في وعيد خطير جدا. عشان كده على البدع الإنسان يتركهم ولا يجالسهم ولا يذهب إليهم ولا يزورهم إلا أن يذهب لينكر عليهم. طيب: لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض مراسيم الأرض، فيزيد أو يقدم أو يؤخر، يخش في الشارع بتاع المسلمين يزيد شبر من واطاته، ولا يخش في جاره بشبر أو شبرين أو متر فهو ملعون. رواه مسلم، حديث علاقته بالباب واضحة، والشاهد: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث الذي بعده عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب لم يروي عن النبي، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي لكن روايته عنه مرسلة، ولا شك أنه سمع من غيره من الصحابة، لكن هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله: هو ضعيف مرفوعا، أي إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه موقوف، قال في السلسلة الصحيحة أنه موقوف على سلمان الفارسي، قال: وأظنه نقله من الإسرائيليات لما كان نصرانيا. قال: دخل الجنة رجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. دخلوا النار، واحد دخل الجنة قال بسبب ذباب، واحد دخل النار بسبب ذباب، ذبابة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال له: قرب، يعني قدم لك حاجة للصنم ده. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، ولو بضلك ضبانة قرب للصنم. فالناس الحريصين، إذا صح الحديث ده صح موقوفا، والناس الحريصين على نشر الشرك ولو باطنا، يعني حتى لو في الظاهر ما عمل شيء كثير، لأنه ضبانه صنم بيستفيد، والصنم ده لو قدموا له مندي بيستفيد منه وصنم، لكن هم حرصهم على الشرك وعلى الضلال وصد الناس عن الحق هو الذي دفعهم إلى هذا الأمر.
قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قال له خلاص امشي، فدخل النار. وقالوا للآخر قرب للآخر، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالزول إذا حريص على التوحيد حتى لو شيء ما بكلفه شيء كثير، بس تقرب ضبان تمزكه، لكنه عارف انه ده بخسر الدين، فأبى فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال رواه أحمد. الإنسان يبتعد عن الشرك صغيره وكبيره، ولا يجامل فيه أحدا. ما تجامل، راح ولدك يقول لك يعصروك كل يوم، يجوك راح لي فكي فلان، راح لي فكي فلان، ما تجامله. كلهم في نبي من الأنبياء خرج من بيته سنوات عديدة حتى ذهب بصر أبيه يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، في النهاية رده الله إليه. والزول يا جماعة المؤمن بعقيدة القضاء والقدر ده في الدنيا دي ما بيدعب، لأن ولدك راح أنت عندك إيمان بالقدر، إنه الله لو كاتب لك يرجع بيرجع، تسلك الوسائل الشرعية، تمشي تفتح بلاغ تسأل الله يرده كذا 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 كذا، انت مش لي دجال والذهب شوف لنا دجال واعمل لنا. هسي قبل فترة هناك في الشقيلاب في شيخ طريقة قادرية راح على عربيته ما لموا فيها، جابوها في الجريدة، عربية ما غنماية أغلياتها، انت تجيب في الغنم ما قادر تجيب العربية، ما لقوها فترة لما جابوها في الجريدة يعني بعد ذاك بطريقة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، صلاتي معروفة، وذكر الصلاة والنسك لأن الصلاة من أعظم العبادات البدنية، والنسك الذبح من أعظم العبادات المالية. الثانية تفسير: فصلي لربك وانحر، فأنت تصلي لله وتنحر لله سبحانه وتعالى. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، ما يبدأ به في الغالب فيه التعظيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان الآخر الحقوق أعظمها أولها وعبادة الله وحده. وهكذا هنا بدأ في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه إلى آخره، ففيه أن الذي يذبح لغير الله هذا في خطر عظيم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني أنت ما تلعن والديك لا مباشرة ولا تسببا، تسبب يعني تلعن والدي فلان فيلعن والديك فتكون لاعنا لوالديك بهذا الأمر. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله تعالى أو حق الله تعالى، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، تستر المجرمين، في ناس قالينها رجالة استر المجرمين والظلمة وكذا، انت بصروا بالحق ردوا للحق. السادسة لعن من غير منار الأرض، ودل السلطان إذا بيحكم فيه بالعدل، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، تزيد شبر أو كذا وإلى آخره. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني في نصوص زي الخمر لعن الله الخمر وشاربها إلى آخره ملعون ده بالعموم، لكن لما نجي زول بعينه فلان ابن فلان شرب خمر ما بتستعجل طوالي تشنو ما بتلعنه أصلا، لأن اللعنة الطرد من الرحمة، لكن أنت بتقول الخمرة دي ملعونة، لأن الرجل لما شرب الخمر وأتي به وأخذ الناس يضربونه وقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تلعنه هو القائل لعن الله من شرب شنو الخمر، فكونه يقول لك لعن الله من شرب الخمر
ده فيه خطورة الخمرة دي. لكن ما أي زول شربها ملعون، أنت ما بتعينه بشخص، إنما تدعو الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، حديث قلنا في السلسلة الضعيفة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، أي أنهم يبغضونه ويعظمون شأنه ولا يقعون فيه ويبتعدون فيه. قال صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر بس قرب. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، يعني كان مسلما، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. أصلا لو كافر ما كان قال دخل النار في ذباب يعني بسبب الذباب، وإنما كان قال دخل النار في كفره أي بسبب كفره، ولكن لما قال دخل النار في ذباب دل على أنه كان مسلما فكفر بهذا الأمر. وده ده ظاهر كلام المصنف، وإلا فالشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة استنكر هذا الأمر بأمرين. قال أنه لما قدم الذباب للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيما، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلما بل هو مشرك، وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد. اثنين قال أنه أو ثانيا أنه فعل ذلك خوفا من القتل كما تقدم مني، ده كلام شيخ الألباني، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، فالحكم عليه بأنه مسلم دخل النار في ذباب، يأباه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية، وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها أي في الظاهر. الكلام ده كله انت عشان ما يشتت عقلك، كلام المصنف رحمه الله إنه الزول ده ما دخل النار بسبب كفره الأصلي، أي إنه كان كافر أصلا يعني، وإنما دخل النار بسبب تقديمه للذباب، فدل على أنه دخل النار بهذا الفعل وهو كفر، دل على أنه كان مسلما. ده كلام المصنف رحمه الله، وكلام الشيخ الألباني لا تناقض فيه لأنه أصلا يرى أن الحديث ضعيف. طيب، ويرى أن هذا فيه إشكال. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك، دخل الجنة دخل النار في فعل. الثالثة عشرة وهي آخر شيء في الباب، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، والمقصود الأعظم، وقوله هو المقصود الأعظم هذه كلمة موفقة، لأنه لو قال هو المقصود فإن بعضهم يفهم أن العمل ليس مقصودا، لكن هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، فإن هؤلاء لم يلتفتوا إلى كون هذا ذباب أو غير ذباب، وإنما التفتوا واهتموا بأن هذا تقريب للصنم، فهمهم نشر الشرك بالله سبحانه وتعالى صغيرا أو كبيرا. زمن تم، كنا دائما نتكلم في الباب الثالث في يعني من الأبواب، لكن إن شاء الله تعالى ما وعدنا به إن شاء الله نواصل في الأسبوع المقبل إذا مد الله في الأجال ووفق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.